الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقه جديده، هنتكلم طبعا بالتاكيد على وضع الاحداث اللي دايره في الشارع المصري. زي ما تعودنا بنبدا فيديوهاتنا بالصلاه على الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا سيد الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده جايب لك اكتر من خبر مهم، خاصه بالنسبه لمنتخب مصر، بالنسبه للنادي الاهلي واستعداداته طبعا للسوبر ليج، وبعض التصريحات اللي انا ذكرتها لحضراتكم موسيماني امبارح. كمان هقول لك بعض التصريحات اللي اثنى فيها على اداره النادي الاهلي. احنا امبارح قلنا التصريحات اللي كان بيهاجم فيها النادي الاهلي، عايز اقول لك امام عاشور ومدى خطوره اصابته، كمان احمد نبيل كوكا وضعه في منتخب مصر، وكمان عمر مرموش يا جماعه بنسبه 100% جاهز لمباراه زامبيا ومباراه الجزائر. وجايب لك تصريحات المدير الفني لمنتخب زامبيا واول المغادرين من الدوري نايل السنه دي طبعا، ورمانو طبعا المدير الفني النادي فاركو، وتعيين كابتن طبعا خالد جلال، الراجل المحترم الراجل المتميز جدا. جايب لك خبر على حجازي بيجهز بنسبه 100% لكاس العالم للانديه، خاصه مباراه اوكلاند سيتي، ومن ثم ان شاء الله مباراه النادي الاهلي. كريستيانو الدون رونالدو نجم العالم ونجم الكره العالميه بيمدد عقده مع نادي النصر السعودي ل 2027، وخبر مؤسف جدا لكل اللي بيحبوا الرياضه العالميه، ايدن هازارد اللاعب المتميز جدا لسه عنده 31 سنه، نجم من نجوم بلجيكا التاريخيين وريال مدريد وتشيلسي، بيعلن الاعتزال رسميا. ليه بيعلن الاعتزال رسميا يا جماعه؟ لان هازارد مش قادر يرجع لمستواه، لعيب كبير ولعيب مميز جدا، تقريبا المرحله الاخيره ليه مع ريال مدريد تقريبا هي اللي انحت على مسيرته القرويه. عايز اتكلم كمان تصريحات مدير فني لمنتخب جنوب افريقيا، مستاء جدا من بيرسيتاو لعدم يعني حضوره معسكر منتخب مصر، وابلغه بيرسيتاو من 5 6 ايام ان انا مش هقدر اكون معاك في بعثه طبعا جنوب افريقيا او في المباريات الوديه او الاجنده الدوليه لمباريات جنوب افريقيا. و زعل اكتر لما شافه بيلعب مع النادي الاهلي وبيسجل هدفين، وبيرستاوي اعتزل قال لك عندي امر عائلي لمرض زوجته ومرض والدته، وشافه كمان بيلعب في مباراه النادي الاهلي وبيكسر دنيا بيتالق. احنا عارفين اللعيبه الافارقه يا جماعه بيبقى عندها انتماءات اكتر للانديه على حساب المنتخبات، ما اتمناش بيرستاوي يكون كده. بيرستاوي لعيب كبير، لعيب متميز جدا جدا جدا. عايز اقول لك بالنسبه لاساريو، اساريو يا جماعه قعد مع الجهاز المعاون بالنسبه لنادي الزمالك وطلب طبعا تقارير كامله بالنسبه للثلاث فرق الخصوم اللي هتلعبوا في الكونفدراليه زي سجرادا الانجولي ونادي سوار الغاني وكمان نادي ابو سليم الليبي. كل التوفيق لنادي الزمالك. اللي شايف ان مجموعه نادي الزمالك سهله، ما عادش حاجه اسمها يا جماعه في الكوره سهله، طالما بتنزل وبتحترم الخصم وبتلعب وبتأدي اللي عليك ويعني بتلعب برجوله وبجدعانه بتقدر تكسب المباراه. مفيش حاجه اسمها مباراه سهله مباراه صعبه، اكتريت دلوقتي الفرق قريبه من بعض، مع الرغم ان نادي الزمالك عنده لعيبه كبيره زي زيزو وشيكا وفتوح واللاعب الكبير جدا المتميز مصطفى شلبي. بالنسبه لازمه فتوح يا جماعه، ازمه فتوح، عارفين ان فتوح لغايه وقتنا هذا ما جددش ولا خلص التعاقد مع النادي الزمالك او مدد عقده مع نادي الزمالك. القصه كلها في ان فتوح مستني مجلس الاداره الجديد، فتوح مستني ياخد المستحقات القديمه او المستحقات المتأخرة، بحيث انه لما يجي يمضي لنادي الزمالك يمضي في وضع جديد وفي استثناء جديد. كل التوفيق لنادي الزمالك. كمان عودة يوسف اوباما هتقوم من خط الهجوم، عودة عبد الله جمعة هتقوم من خط الدفاع، لعيب كبير لعيب متميز جدا. تعال بقى نحلل اخبارنا واقول لك وضع منتخب مصر. احمد سامي كان عنده شكة في العضلة الضمة، والحمد لله اللاعب تشافى دلوقتي، بقى هو وحسين الشحات بيتمرنوا تدريبات خفيفه لفه حوالين الملعب، وبيجهزوا ان شاء الله في خلال 48 ساعه يلحقوا مباراه زامبيا وبالتاكيد مباراه الجزائر. بالنسبه لعمر مرموش نفس الوضع، عنده شكه بسيطه في العضله الخلفيه، ونادي فرانكفورت طبعا طلع يعني تقرير بالنسبه للاعب وقال ان اللاعب ممكن يلعب عادي في منتخب مصر، واللاعب ممكن يشارك في المعسكر عادي، مفيش اي مشكله، هو عنده شك بسيط في العضله الخلفيه وان شاء الله يقدر يلعب في خلال 48 ساعه. امام عاشور قلنا عنده واضحه في قصبه رجله والتواء في الانكل، قدامه من 6 ايام ل 10 ايام. كل التوفيق باذن الله للاعب المخضرم الكبير المميز امام عاشور. عايز اتكلم كمان في حاجه مميزه جدا بالنسبه للاصابات، ان شاء الله النادي الاهلي لعبته جاهزه، محمود المتولي رجع
بالسلامه عمرو السوليه رجع. بالنسبه لي اللاعب الكبير جدا رامي ربيعة هيلحق مباراه يوم 20 ان شاء الله، مباراه مميزه، مباراه كبيره جدا، مباراه نادي سيمبا يوم 20 ان شاء الله باذن الله في تنزانيا، والعوده ان شاء الله باذن الله يوم 24 في استاد القاهره الساعه 7 مساء. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. كريم فؤاد يا جماعه عنده اصابه وعنده شد في العضله الضمه، هيقعد من 15 ل 20 يوم. اكرم توفيق بيجهز بشكل بدني مميز وبشكل تاهيلي كويس جدا، واللاعب ان شاء الله يبقى جاهز للمباراه في خلال من اسبوع ل 10 ايام. عايز اتكلم في حاجه كمان متميزه جدا من وجهه نظري، يعني اللاعب الكبير المتميز جدا احمد نبيل كوكا. احمد نبيل كوكا يا جماعه تخيل معايا، لعيب السنه اللي فاتت كان كولر هيمشيه ببلاش، لو تمسك اداره النادي الاهلي كابتن سعد حفيظ وكابتن طبعا محمود الخطيب كابتن بيبو هو اللي تمسك بيه اللاعب، عارفين قدراته، لعيب كبير ولعيب متميز جدا. تخيل معايا ان النهارده احمد نبيل كوكا بينضم لمنتخب مصر وبيعمل اسيست وبينيه ولا اروع ليه حسين الشحات في مباراه الاسماعيلي، باين قدراته، لعيب عنده شخصيه، لعيب كبير بيلعب باسمه وروح النادي الاهلي. عايز اطلع على نقطه سلبيه، نقطه التحكيم. بريرا صراحه لحد ما من اللي انا شايفه الراجل الى حد ما في تطور طفيف جدا في اداء الحكام، والراجل اتكلم ان نادي الزمالك كان ليه ضربه جزاء صحيحه في مباراه المقاولون، وليه حق ان هو يوقف الحكم امين عمر لتعنده، حكم متعجرف جدا وحلال فيه ان هو يتوقف. عايز اتكلم كمان من كارثه من كوارث التحكيم، تخيل معايا يا صديقي ان ولا حكم واحد بس حكم مصري ساحه في مباراه السوبر ليج، يعني الاربع مباريات الذهاب والاربع مباريات العوده، تخيل معايا ست مباريات او ثمان مباريات ما فيهمش حكم واحد مصري حكم ساحه، حكم صفاره محمد عادل مساعد حكم مساعد حكم الفيديو، ومحمود البنا مساعد حكم للفيديو، دي كارثه. تخيل معايا ان مصر كلها ما فيهاش حكم يقدر يدير بطوله جديده، طول عمرنا كنا اصحاب الرياضه في كل حاجه، بطوله جديده مش قادرين يبقى عندنا حكم صفاره او حكم ساحه واحد بس واحد ربه في ماتش من الماتشات، صراحه حاجه مخزيه جدا. تحكيم يا جماعه في تدهور، لازم اعاده هيكله كامله من بريرا، لازم الحكام اللي خدنا عليهم وخلاص 24 ساعه في وشنا يحاول يجدد دماء، يحاول يطلع لنا حكام مميزين، يحاول يطلع لنا حكام عندهم قدره وعندهم خبره ان شاء الله يمثلوا مصر في البطولات الافريقيه والبطولات العالميه زي كاس العالم وزي البطولات العربيه وزي بطولات افريقيا. كل التوفيق ان شاء الله لحكامنا، ونتمناهم يدوسوا على نفسهم شويه وان شاء الله الفتره القادمه يكونوا افضل من كده. ده كان فيديو النهارده، رايك بالفيديو تشترك في القناه وتفعل زر الجرس لكل جديد. انا محمد يونس، دمتم في امان الله.